أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن اليوم تطهير جزيرة حنيش الكبرى اليمنية في البحر الأحمر من ميليشيات الإنقلابيين الحوثيين. هذا وتحظى الجزيرة التابعة لمحافظة الحديدة تحظى بموقع استراتيجي في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، وكانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح الواقعة في البحر الأحمر من ميليشيات الإنقلابيين الحوثيين. وذكرت مصادر متطابقة أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح انسحبوا من الجزيرة فور وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش والتحالف. وبحسب مصادر الحكومة في عدن، فإن المتمردين كانوا يستخدمون جزيرة حنيش في تهريب الأسلحة القادمة من إيران. ميدانيا، فتحت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح 3 جبهات جديدة قبل معركة فك الحصار عن مدينة تعز التي توقعت قيادات في المقاومة قرب موعدها. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا بلال صبري. كلما اقترب موعد فك الحصار عن مدينة تعز تحاول ميليشيا الحوثيين وصالح فتح جبهات جديدة لخلط الأوراق، محاولة فاشلة لتسلل الميليشيات هذه المرة بين مدينة الدمنة جنوبا وصبر الموادم، لكن كانت المقاومة بالمرصاد لهذه المحاولة. تعز ليست محتلة وإنما محاصرة، نطالب التحالف بفك الحصار لتعز فقط، أما يعني الحياة الطبيعية داخل المدينة بس اللهم ايش الحصار محاصر من دخول الغذاء، من دخول البترول، من دخول المواد النفطية، من دخول الأدوية. أما مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وتتمركز في أطرافها، فحققت المقاومة تقدما نسبيا في حي ثعبات شرقا، فيما تتواصل تدريبات الجيش الوطني استعدادا لعمليتي حفظ الأمن وفك الحصار. نحن في إطار تدريب اللجان الأمنية لحفظ الأمن داخل المحافظة، وكمان تدريب لفك الحصار والقتال في الجبهات. 3 جبهات جديدة فتحتها ميليشيا المتمردين مؤخرا في عصيفرة شمال المدينة، وكذلك في نجد قسيم الذي يبعد 30 كيلومترا جنوب مدينة تعز، وثالثة في الدمنة صبر الموادم، يقابله تصد كبير من قبل المقاومة. استعدادات عالية وتدريبات كثيفة لحفظ الأمن وفك الحصار عن مدينة تعز الذي يبدو قريبا. بلال الصبري، لأخبار الدار، مدينة تعز، اليمن.